مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير عليكم، وصباح الورد، وصباح الياسمين. كي درتو؟ اللي عنده الشتاء الله يعطيه على قد نفع، واللي عنده العجاج يا ربي يجيب له الشتاء على قد نفع. احنا البارح في مدينة ورزازات كانت عندنا العجاج وكان البرد، لكن اليوم الحمد لله صبح الجو دافي ومشمس ورائع الحمد لله. ما عارفش اش غيبانوا لكم تولوج في الجبال، راه كيبانوا من هنايا، بس سبحان الله العظيم فاش كتكون الشتا في الداخل كيكون عندنا حنا كتكون عندنا العجاج، يعني كيكونش الجو سبحان الله العظيم مقاد. كي تكون الشتا تما لا في كازا لو الرباط او حتى مراكش او اي مدينه، كتكون عندنا حنا العجاج هنا في ورزازات كيكون عندنا البرد قارس. هاد يومين هادي كان عندنا واحد البرد قارس بزاف. كي داير الجو عندكم؟ واش عندكم شي شتا؟ فاس فاس تبارك الله الشتيان جدات فاس ودودا الشتا طنجة يلا كطيح فيها الشتا. تبارك الله الشتيوة كاينة في المغرب الله يعطينا على قد نفاه، الله يجيبها يا ربي على قد نفاه. كما كتشوفوا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي، كما قلت لكم احنا دائما كنبغيو نقربوكم من الاجواء ديال المدينه اللي احنا فيها والجو ديالها، واش كاين الشتا، واش كاين الشميشه، واش كاين العجاج. كما قلت لكم احنا كاين عندنا شميشه زوينه وجو هادي تبارك الله. الا ما تقلبش الجو حيت جو ورزازات سبحان الله كيتقلب على بوحدو، راه تلقى الشمس شويه تقلب وعاوتاني يولي عجاج، شويه تلقى الشتا، هذا هو جو ورزازات. فريد خويا صباح الخير، كيقول فريد ان الجو في مراكش مشمس فيه شميسه، تقريبا كيكون الجو ديال مراكش بحالو بحال ديال ورزازات. خويا اسماعيل صباح الخير عليك، تحيه لك خويا اسماعيل من اي مدينه، مرحبا بك خويا اسماعيل. يقدر كتشوفوا الثلج في الجبال، راه غيكون باين لكم انتم طول الشارع كيبان الثلج في الجبال، طايح الثلج تبارك الله. مجيد وي خويا هوليود المغرب، مرحبا خويا مجيد، مرحبا بك وصباح الخير عليك وصباح النور وصباح التفاؤل ان شاء الله. راه اكيد كيبان لكم في الفيديو الجبال راه ما اون فاس طريق، تبارك الله الثلوجات طايحه في الجبال. مرحبا خويا بيجو سلطان، مرحبا بك، مرحبا بناس كازا، مرحبا بناس قلعه سراغنا، صباح الخير ناس ديال قلعه سراغنا، كي صبحتوا كي داير الجو عندكم؟ عندكم شي شتاء؟ عندكم شي برد؟ حسين حسين راهي صباح الخير خويا حسين. قلعه سراغنا الجو مشمش مشمس بحالو بحال شكل ورزازات، بحال شكل بحال جو ورزازات. عندك قلعه سراغنا وعندك مراكش ورزازات، تبني ملل كيكون الجو ديالهم بحال شكل ورزازات تاو. فرصاد مبارك تحياتي ليك خويا مبارك من مدينة تنجداد، مرحبا بناس تنجداد، تنجداد قريبة نواحي الرشيدية قبل من الرشيدية. تنجداد فاتلي زرتها بزاف وصورت تمايا بزاف. محجوب خويا صباح الخير خويا محجوب، جو زوين في كازا. بيجو السلطان كيقول لنا بيرا كازا فيها الجو زوين، كازا دايما جوها زوين واخا ما كتكونش عندكم البرودة، ما كيكونش عندكم داك الصهد. احنا هنا في الجنوب الشرقي راه واحد في الصيف مشكله وفي الشتاء مشكله، يعني الحمد لله عندك الصيف دوار زازات طايب، يعني اللي ما مولفوش ما يقدرش يعيش هنايا، ولكن صحي في نفس الوقت صحي. وعندك الشتاء ثاني الشتاء راه كنلبسوا الدنيا كلها خصنا نلبسوا، ما تقدرش تم غادي خارج ملابس واحد البرد قارس في زازات.
مالك؟ صباح الخير اختي مالك، مرحبا بك وصباح النور. عزيز خويا تحياتي ليك، تحياتي لك وتحية للناس بني ملال. كي داير خويا عزيز؟ جوعتكم. طلعت الصراغلة، مرحبا خويا، مرحبا بك. تازا فيها امطار، الحمد لله المغرب كله فيه امطار وامطار الخير يا ربي، والله يعطينا على قد النفع ويستافدوا منها حتى الفلاح مساكن. كما كتعرفوا الجفاف اللي عشتو اللي عشناه، والفلاح مساكن تكرفسو، وتي الغلاء الاسعار، الله يلطف بينا وصافي الله يرحمنا. الله يرحمنا برحمته وسع. هادي خويا شارع المطار، يعني الطرق اللي كتدخل من سكورة، اللي كتجيب من تنغير، قلعة، رشيدية، هادي هي الطرق. غادي تقول هادي هي لوطوروت ديال ورزازات، يعني كتدخل من سكورة، هادي هي كتدخل تدخل منها وتخرج منها لطريق مراكش. حنا دابا حدا المطار، هاد السور اللي كتشوف هذا هو السور المطار، هو هذا هو على طوله، شتي هذا هو المطار. الجو صباح هادي الحمد لله، وما في لا عجاج ما كاين لا برد، يعني الجو هادي ومشمس زوين. وتل هادي الناس اللي كيمارسوا الرياضه، رياضه الجري، جو غزال تبارك الله. وشوفوا تبارك الله ورزازات، انتم راه كما قلت لكم راه هاد البلاصه هادي خاويه، انتم راه ما تخافش ورزازات، الحمد لله الامن والامان، ما تخافش على مناسها، على يعني خرج اي وقيته، ما كاينش اللي قيسك، ما كاينش اللي يوصلك، كاينش اللي يدوي معك. الا حاجه واحده، كاين واحد الظاهره هنايا اللي ولات الكلاب ضاله كتير، الناس مساكن ولاو كيخافوا بحال في الفجر هكا يمشيو يوصلي، والله الا الناس ولاو كيتشكاو مساكن كيقول لك ولينا نخافوا. تخرج قال لك كيدوز حداك 20 كلب حتى 30 كلب، قال لك ولينا نخافوا، قال لك منهم تصلا، قال لك حبسنا هذا الفجر على وديت دوك الكلاب ضاله. مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة. معنات رمضان امتى؟ واش الحد ولا الاثنين؟ اللي كيعرف رمضان امتى يقول لنا امتى رمضان، واش الحد ولا الاثنين؟ الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والرزق والتيسير ان شاء الله. الناس اخويا دو ورزازات، الناس شنو نقول لك، الناس اللي عمرها دار. هيام الادريسي صباح النور اختي هيام، وبالناس دو وجده. اخويا سلطان كيقول بالناس ورزازات محترمين. هو شوف فين ما مشيتي اخويا كاينين الناس محترمين، فين ما مشيتي كاينين ناس زوينين وناس خايبين. غا هو من ناحيه الامن والامان هنا في ورزازات، ما كاينش اللي قيسك وما كاينش اللي يوصلك نهائيا، كيك تخرج في اي وقيته ما كاينش اللي يجبدك. محمد سلام عليك خويا محمد، صباح الخير عليك. هذه قلت لك اخويا شارع المطار، يعني هذا هو صور المطار اللي كتشوف فيه دابا، هذا هو صور المطار، حنا اون فاس المطار. محمد تحياتي ليك خويا محمد ومرحبا بك. خويا سلطان انا اصلي من كازا، انا تزاديت وكبرت في كازا. مرحبا خويا فاتي صباح الخير. لا اختي ويلي على تأجل،
مرحبا بيوسف خويا، ومرحبا تحياتي بالناس الجار في ارفود اقليم الرشيديه. مرحبا بكم، مرحبا بك هذا البث المباشر من مدينه ورزازات. كي داير الجو عندكم؟ واش عندكم شي شتيوه؟ واش الجو تبدل ولا بقي كما هو بارد الحال؟ لكن ما قلت لكم ورزازات مره نقولوا دفى الجو، كنقولوا الحمد لله شويه عتاني ويطلع واحد البروده، كتطلع واحد البروده هنا في ورزازات، عرفتي واحد البرد يا سبحان الله. البارح والبارح كان عندنا واحد البرد قارس، تقول كما قلت لكم شهر 12 كان مصحوب بالغبره والعجاج. سعيد صباح مبروك، تحيه ليك من ناس زاكوره. صباح الخير خويا سعيد، صباح الخير ناس زاكوره. كي داير الجو خويا سعيد عندكم؟ واش عندكم شي برد؟ خلاص الجو زاكوره بحال بحال ورزازات، ما كاين حتى فرق بيناتهم. مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، ما سخرش بكم ان شاء الله في بث اخر من مدينة ورزازات. شكرا بزاف على التعاليق ديالكم اللي زوينة واللي خايبة، الحمد لله كلشي زوين. شكرا بزاف ولهلي خطيكم علينا، والى اللقاء في بث اخر من مدينة ورزازات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.